أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث السابع من أحاديث باب حدوث العالم، هو حديث مروي عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث على رغم اختصاره من حيث الألفاظ فإنه يشتمل على ثمانية براهين وأدلة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى لذوي العقول. يقول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: كفى لأولي الألباب. اللب هو الخالص من كل شيء، والعقل الخالص غير المشوب بالشهوات والشبهات والشيطنة وما إلى ذلك، يسمى لبا، وصاحب هذا العقل يسمى اللبيب. كفى لأولي الألباب، أصحاب العقول الخالصة، بخلق الرب المسخر وملك الرب القاهر وجلال الرب الظاهر ونور الرب الباهر وبرهان الرب الصادق وما نطق به ألسن العباد وما أرسل به الرسل وما أنزل على العباد دليلا على الرب. هذه الرواية على اختصارها جمعت مطالب كثيرة، هذه المطالب كل واحد منها بحاجة إلى بحث مفصل ومستقصى، ونحن في هذه الجلسة نكتفي بالإشارة إلى هذه الأدلة بالمقدار الذي يسعه المقام. يقول الإمام الباقر: كفى لأولي الألباب بخلق الرب المسخر. المسخر اسم فاعل صفة الرب، يعني بمعنى المسلط. الله سبحانه وتعالى مسلط على كل شيء، لأن التسخير هو بمعنى السلطة والسيطرة، كقوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، يعني سلطها عليهم في هذه الأيام وهذه الليالي. هذا الدليل حاصله هو استدلال بالأثر الذي يدل على المؤثر. حينما أنت ترى المخلوقات، هذه المخلوقات هل يمكن أن تكون وليدة الصدفة؟ كلا، فإن العقل السليم يرفض الصدفة في كل شيء. لا يوجد شيء يسمى صدفة، وإنما الأشياء التي نتصورها صدفة إنما هي بسبب عوامل مخفية. بعض الأحيان نحن نعرف السبب ولذلك نعرف المسبب. حينما نرى حرارة ونرى نارا لا نقول إن هذه الحرارة صدفة، لماذا؟ لأننا نعرف السبب. ولكن في كثير من الأحيان لا نعرف السبب، لذلك نعزو الأمر إلى الصدفة. يعني لنفرض أن شابا ابتلي بمرض خبيث والعياذ بالله، فحينما يموت
نقول إنه مرض فمات، لكن إذا لم نعلم بالمرض فجأة مات نقول صدفة، فقولنا صدفة بسبب جهلنا بالعلة أو لخفاء العلة، وإلا فلا يوجد صدفة لأنه معناه وجود معلول من غير علة، وهذا محال بضرورة العقل. وكما ذكرنا في الحلقات الماضية إن أي إنسان إذا رأى أثراً عقله يدله على وجود مؤثر، وكما يقولون في المثل المعروف البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير. فحينما نحن نرى أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء، هذا الخلق يدل على الخالق. طبعا هذا الوصف يناسب الموصوف بخلق الرب المسخر. الخلق هنا طبعا صفة مصدر بمعنى الإنشاء والإيجاد، يعني إيجاد الله سبحانه وتعالى للمخلوقات، والرب مسخر على هذه المخلوقات يعني مسيطر عليها، وهذا دليل فطري عقلي يعرفه كل من استعمل عقله. ثم بعد ذلك ينتقل الإمام عليه الصلاة والسلام إلى الدليل الثاني، يقول وملك الرب القاهر. الملك بمعنى السيطرة والسلطة من كل الجهات. الدليل الأول كان في أصل الخلق، الله سبحانه وتعالى خلق، فأصل الخلق دليل على وجود الخالق. هذا الدليل الثاني دليل على أن تصرف الله سبحانه وتعالى في هذا الكون يدل على وجود الخالق، لأنه نحن إذا رأينا حركة نعلم بأن هذه الحركة لها محرك، فهذا قطع النظر عن أصل الوجود اللي هو كان الدليل الأول. الله سبحانه وتعالى يتصرف في هذا الكون تصرفا بقهر وغلبة، يعني لا يمكن لأحد أن يخرج عن القوانين التكوينية التي وضعها الله سبحانه وتعالى، ولذلك وصف الملك بالقاهر. القاهر يعني الغالب. هل يمكن لإنسان أن يخرج من القوانين التكوينية؟ كلا، وإنما أقصى ما يتمكن الإنسان من فعله هو أن يطبق حياته على طبق تلك القوانين التكوينية، يعني يكتشف خفايا وزوايا تلك القوانين ثم يحاول تطبيق حياته عليها. يعني مثلا قانون الجاذبية، وهناك قانون مقاومة الجاذبية. زين، الإنسان حينما مثلا رأى الطيور، هذه الطيور عندما تطير لماذا لا تسقط؟ لأن هناك لها مقاومة للجاذبية. زين، هذه المقاومة للجاذبية كيف يمكننا أن نصل إليها؟ فالمهندسون والمصممون تمعنوا كثيرا في الطيور إلى أن تمكنوا من اختراع الطائرة. وفي الواقع الطائرة هي اقتباس عن الطيور، وطبعا غالب بل يمكن أن يقال إن جميع الاختراعات هي اقتباس من أمور خلقها الله سبحانه وتعالى، يتمعن الإنسان النظر فيها ثم يتمكن من الاكتشاف القوانين والخفايا التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ذلك المخلوق، ثم يحاول أن يقلد وأن يصنع شيئا يسير ضمن تلك القوانين. فهل يمكن للإنسان أن يخرج عن هذه القوانين؟ كلا، ولا يمكن الفرار من حكومتك. الإنسان لا يتمكن من أن يفر من حكومة الله سبحانه وتعالى، أن يخرج نفسه من هذه الدائرة.
فنحن إذا تمعنا في تصرف الله سبحانه وتعالى في الخلق نكتشف أن هناك خالق أيضا. يعني أنت إذا رأيت الليالي والأيام تتعاقب، إذا رأيت السحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا كيف ضمن نظام دقيق جدا. هذه المياه من البحار تتبخر ثم تصعد إلى مقدار بحيث أنه يمكن أن تنزل مرة أخرى في أماكن أخرى، لا هي صعودها قليل جدا بحيث أنه تصطدم بالجبال مثلا والأبنية، ولا أن صعودها كثير جدا بحيث أنه تضيع في الكون، وإنما إلى مقدار معين. ثم الرياح التي تسحب الغيوم إلى أماكن، ثم ضمن معادلة خاصة هذه الأبخرة تتحول إلى قطرات ماء ثم تنزل، فالله سبحانه وتعالى يحيي بتلك القطرات الأرض بعد موتها. زين، عندما ترى هذا التصرف، هل يعقل أن يكون هناك، أن لا يكون هناك خالق يدبر هذا الأمر؟ كلا. فبناء على ذلك الدليل الأول استدلال على أصل الخلق، الدليل الثاني استدلال بتصرفه في الخلق. يعني مثلا أنت عندما ترى سيارة عقلك يدلك على صانع لهذه السيارة، وحينما ترى سيارة تسير في الشوارع عقلك يدل على أن هناك سائق، هذا السائق هو الذي يسير هذه السيارة ضمن قوانين السير. فالله سبحانه وتعالى ملكه قاهر غالب على جميع الأملاك الاعتبارية. ثم يأتي الدور للدليل الثالث، وجلال الرب الظاهر. يعني أنت حينما تنظر إلى المخلوقات العظيمة، النظر إلى هذه المخلوقات العظيمة يدلك على وجود خالق أعظم منها. وجلال، الجلال بمعنى الارتفاع والعلو، وجلال الرب الظاهر يعني ارتفاعه وعلوه ظاهر في كل شيء. أنت عندما ترى أي شيء تكتشف عظمة الخالق. أنت إذا نظرت إلى المجرة وهي تحتوي على مليارات النجوم، وبعض هذه النجوم أكبر من شمسنا بملايين المرات، وإذا نظرت إلى الذرة التي لا ترى بالعين المجردة بل ولا ترى بالعين غير المجردة أيضا، وإنما اكتشفوها عن طريق آثارها بين الذرة والمجرة، حينما ترى كل ذلك يدلك على عظمة الصانع وعلى وجود صانع ظاهر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وجلال الرب، وهذا الجلال ظاهر يعني بين، أو بمعنى الظهور السيطرة، المسيطر، يعني هذا الجلال والعلو مسيطر على كل عال آخر. فأمام عظمة الله سبحانه وتعالى تتصاغر عظمة العظماء، بل تكون لا شيء أمام عظمته سبحانه وتعالى. وفي حديث ما معناه أنه أنت إذا رأيت أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فإذا أردت أن تقيسها إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، أصل القياس باطل، لأنه قياس المحدود حتى إذا كان كبير جدا باللا محدود واللا متناهي هذا قياس غير صحيح. يعني إذا تريد تقيس شيئين أحدهما بالآخر ينبغي أن يكون بين الشيئين نوع شبه في أي جانب من الجوانب، لكن إذا أردت أن تقيس
محدود باللا محدود، فهذا قياسك باطل لعدم وجود الشبه في أي شيء. ولكن لتقريب الأذهان في بعض الأحاديث، أنت إذا رأيت إلى هذا العالم الكبير الذي يحتوي على الأرض والكواكب والنجوم، إذا رأيت حيوان أو حشرة صغيرة جدا، يعني أفرض بقة أو ذبابة أو أصغر منها، هذه إذا تطير على وجه الأرض، إذا تقيس هذه الذبابة أو هذه البقة بكل هذا الكون، هل هناك أصلا وجه للقياس؟ كل الخلق إذا قيست بالنسبة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، مع أن القياس باطل، فالفرق أكثر من فرق بقة بالنسبة إلى الكون كله. عظمة الله سبحانه وتعالى أكبر من عظمة هذا الكون بالنسبة إلى بقة صغيرة. فالدليل الثالث هو جلال الرب الظاهر. الدليل الرابع ونور الرب الباهر. هنا لشرح هذا الدليل الرابع بحاجة إلى بيان مقدمة مختصرة. المقدمة المختصرة هي أنه أنت قد تستدل بشيء عن طريق آثار ذلك الشيء. يعني مثلا أنت جالس في غرفة أو نائم في غرفة، ثم تفيق من النوم وتفتح عينيك، تجد نورا يدخل إلى هذه الغرفة من الشباك، أنت تكتشف طلوع الشمس، يعني عن طريق هذا النور اللي هو الأثر تكتشف السبب اللي هو طلوع الشمس. هذا استدلال للشيء عن طريق آثاره. مرة أنت ترى الشمس بعينها، هنا أنت لا تستدل على الشمس بآثار الشمس من الضوء والحرارة مثلا وما إلى ذلك، وإنما تستدل للشمس بنفسها، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلة. بعد اتضاح هذا الأمر، قد الإنسان يستدل لوجود الله سبحانه وتعالى بآثار الله كما في الأدلة الماضية، وقد يستدل على وجود الله بنفس وجود الله، نفس وجود الله سبحانه وتعالى دليل عليه. وقد يعبر البعض عن هذا البرهان ببرهان الصديقين، يعني الإنسان يصل إلى درجة من السمو والكمال والمعرفة بحيث أنه لا يستدل على وجود الله بآثار الله سبحانه وتعالى، وإنما نفس وجود الله سبحانه وتعالى يكون دليلا عليه. وكما ذكرنا في المثال، أنت قد تستدل على الشيء بآثاره، وقد تعلم بالشيء بدون المرور عن طريق آثاره. ولذلك الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الدليل الرابع ماذا يقول؟ ونور الرب الباهر. الباهر بمعنى الغالب، إذا النور غلب على نور آخر يقال بهر نور القمر نور الكواكب. يعني أنت مثلا في الليالي المقمرة، الليلة الرابعة عشر أو الليلة الخامسة عشر من الأشهر القمرية مثلا، نور القمر كامل 100%، فقرص القمر كله القسم المضيء منه بطرف الأرض، فنرى القمر كاملا القسم المضيء منه، لأنه كما ذكرنا القمر قسم منه يواجه الشمس بشكل دائم فهو مضيء دائما، والقسم الآخر
بعكس الشمس فهو مظلم دائما، لكن حسب حركة الأرض وحركة الشمس فالقسم المضيء من القمر قد يكون قسم منه باتجاه الأرض، فهذا يشكل الهلال من الليلة الأولى إلى الليالي قبل الأخيرة، حيث يرى القمر بأشكال مختلفة، وفي الليلة الأخيرة وما قبلها يكون هناك محاق، يعني الطرف المظلم من القمر يكون بطرف الأرض بحيث أنه لا يرى أي نور في القمر. هسه المقصود شنو هو؟ أنه في الليالي المقمرة نور القمر يبهر، يعني نور الكواكب ونور النجوم لا ترى في ضوء نور القمر، ولذلك في الليالي المظلمة التي لا يوجد فيها قمر نرى كثيرا من النجوم، ولكن في الليالي المقمرة أكثر تلك النجوم لا ترى، ليست لأنها ليست بموجودة، لا موجودة، لكن نور القمر يغطي عليها، كما أنه في النهار، الآن في النهار نحن لا نرى نجما في السماء، لا أنه لا توجد نجوم، توجد نجوم، ولذلك في الكسوف الكلي عندما يحدث كسوف كلي ويحصل ظلام دامس حين ذاك ترى النجوم، لكن باعتبار أن نور الشمس نور غالب فلا ترى النجوم في النهار. على كل حال الله سبحانه وتعالى نوره باهر، بمعنى أنه غالب على سائر الأنوار، الأنبياء والأئمة والصلحاء على عظمتهم أمام عظمة الله سبحانه وتعالى هم كلا شيء. فهذا هو الدليل الرابع، ولعله في المستقبل في شرح بعض الأحاديث نأتي ونفصل في هذا الدليل أكثر. وأما الدليل الخامس وبرهان الرب الصادق، البرهان بمعنى الدليل والحجة، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم كما في سورة النساء. هذا الدليل هو استدلال بوجود الأنبياء والأئمة على وجود الله سبحانه وتعالى، يعني أنت عندما ترى الأنبياء وترى الأئمة هذا الخلق العظيم يدل على خالق أعظم، فأنت حينما ترى العظماء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى مع ما يمتلكون من صفات يعجز عنها الآخرون تكتشف أن خالقهم أعظم منهم وأعلى منهم، وهذا برهان الرب الصادق، وهذا الوصف وصف الصادق يناسب البرهان، لأن البرهان لا يكون كاذبا، لأنه إذا كان كاذبا فهو ليس ببرهان وإنما هو سفسطة ومغالطة. فهذا الاستدلال الخامس استدلال بوجود الأنبياء والأئمة على وجود الله سبحانه وتعالى. إذا نريد نشبه تشبيه المعقول بالمحسوس حتى الفكرة أكثر تتضح، إذا أنت رأيت صنعا عظيما، رأيت اختراعا عجيبا، أنت تكتشف أن هذا المخترع وهذا الصانع لهذا الاختراع هو أعظم من هذا الاختراع، بحيث أن هذا الاختراع هو أثر من آثاره. إذا أنت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام وأوصياء الأنبياء وتمعنت فيهم وعرفتهم حق المعرفة، حينئذ تكتشف عظمتهم. الرسول صلى الله عليه وآله على رغم أن كثير من سيرته لم تصلنا، لأن هناك حدث منع تدوين الحديث، ثم بعد ذلك بنو أمية حاولوا التنقيص من قدر رسول الله صلى الله عليه وآله، فوضعت أحاديث موضوعة ومكذوبة
فكثير من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله لم تصلنا، ولكن المقدار الذي وصلنا، أي شخص عاقل يستعمل عقله، مو يستعمل حالات النفسية من الحقد وما إلى ذلك، إذا نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يكتشف عظمة الرسول. ولذلك هناك رجل نصراني كتب كتاب 100 عظيم في التاريخ، وهو حسب تصوراته وحسب المعايير والمقاييس التي وضعها بالترتيب أعظم العظماء، الشخصية الأولى إلى الشخصية 100. ذكر الرسول صلى الله عليه وآله أول العظماء، مع أنه رجل نصراني، وذكر عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ثالثا في هذه القائمة. حينما سئل عن ذلك، كيف تجعل محمدا صلى الله عليه وآله قبل عيسى وقبل كل عظماء التاريخ؟ ماذا كان جوابه حسب المنقول عنه؟ أنه حينما نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وآله نجده أعظم العظماء. لا نريد أن نكابر عن الحقيقة. يقول صحيح، هو الرجل يقول لا أعتقد بنبوته، لكن حسب المعايير التي وضعتها هو أعظم العظماء. زين، هذا الشخص العظيم مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يدلك على خالق أعظم من هذا المخلوق. ثم بعد ذلك، بعد هذه الأدلة الخمسة، ينتقل إلى الدليل السادس. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول وما أنطق به ألسن العباد، هذا استدلال بالفطرة. الإنسان له عقل وله فطرة، وهناك بحث هل الفطرة أمر يوازي العقل أم أن الفطرة هي مرتبة من مراتب العقل. وعلى كل حال، سواء كانت هي مرتبة من مراتب العقل أو أمر آخر يوازي العقل، فإن هذه الفطرة موجودة في كل إنسان. كل إنسان بفطرته يدرك وجود الله سبحانه وتعالى، قد يكابر باللسان ينكر، ولكن في حالات الضعف وفي حالات الخطر تظهر هذه الفطرة نفسها. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. في آية أخرى يقول وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هذه الفطرة موجودة، حتى ينقل أن بعض الملحدين من الشيوعيين، من كبار الشيوعيين، من قادتهم، كانوا في طائرة، وهذه الطائرة صار إعصار جوي فكانت على وشك السقوط. في تلك الحالة التي تنقطع عن الإنسان كل الأسباب المادية، هو قائد كبير في دولة، لكن هل يتمكن من إنقاذه من السقوط من طائرته جيش أو شرطة أو بوليس سري أو ما إلى ذلك؟ كلا، تنقطع كل الأسباب الظاهرية. هنا قالوا بدأ هذا القائد الشيوعي يصرخ يا الله أنقذنا. هو شيوعي ملحد، صرف وقته لتهديم عقيدة الناس بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن هو في حالة الضعف وفي حالة الخطر وفي حالة انقطاع جميع الأسباب المادية الظاهرية تظهر فطرته. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لكن حينما يصير الأمان وترجع الأسباب الظاهرية، قد الإنسان يغطي على فطرته ولا يلتفت إليها. ولذلك
الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في الدليل السادس يقول: وما أنطق به ألسن العباد. ثم ننتقل إلى الدليل السابع: وما أرسل به الرسل، يعني المعاجز. أنت حينما ترى نبيا يأتي بأمر لا يتمكن لبشر أن يأتي بمثله، تعلم بأن الذي أعطاه هذه القدرة أو الذي أجرى هذه المعجزة على يديه هو القادر، فهو الخالق. يعني حينما تشاهد عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بلمسة يد يبرئ الأكمه بإذن الله، يعني الأعمى بالولادة، أو يبرئ الأبرص بإذن الله، أو يحيي الميت بإذن الله بلمسة يد، هذه معجزة. تعلم بأن هذا الأمر ليس منه وإنما من قوة فوقه. هذا دليل على وجود الله. فالمعاجز هي كما أنها دليل على صدق مدعي النبوة، كذلك دليل على وجود قدرة وقوة أرسلت هذا الرسول وأعطته هذه المعجزة، وذلك القادر هو الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام في الدليل السابع: وما أرسل به الرسل. ثم يختم الإمام الأدلة بالدليل الثامن: وما أنزل على العباد، يعني الأحكام والشرائع. الآن الناس البشر في هذا العالم مهما أوتوا من علم ومن تجربة وتراكم التجارب لسنين طويلة، ترى البرلمانات تشرع قوانين. طبعا نحن نعتقد أن التشريع بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا كان هناك برلمان ينبغي أن يكون هذا البرلمان يسير ضمن التشريع الإلهي وليس تشريعا مضاد للتشريع الإلهي. على كل حال، هذه البرلمانات حينما يشرعون، وقد يكون هناك سنوات كثيرة وتجارب طويلة وناس أخصائيين في جانب الحقوق والسياسة والاقتصاد وما إلى ذلك يشرعون قانون، بعد فترة من العمل بذلك القانون يكتشفون الخلل في ذلك القانون، فيأتي دور إصلاح ذلك القانون أو تغييره بشكل نهائي وكلي. وكثير من برلمانات العالم تصرف كثيرا من وقتها في تغيير القوانين أو تعديلها أو إضافة بنود إليها. حينما أنت ترى القرآن الكريم وترى الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وآله، ترى هذه الشريعة كاملة من كل الجهات، لا نقص فيها. نعم، قد يكون هناك بعض المذاهب اجتهاداتهم خاطئة، الاجتهادات الخاطئة هذه لا ترتبط بأصل الشريعة. أصل الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله لا تجد فيها خلل، وهي تناسب كل العصور وكل الأزمان وكل الأماكن، لأن الإنسان طبيعته واحدة، والله سبحانه وتعالى يعلم هذه الطبيعة، ولذلك شرع قوانين تنسجم مع هذه الطبيعة. لذلك التكوين لله، يعني الخلق، والتشريع لله سبحانه وتعالى. فلذلك هناك تناغم وتطابق تام بين النظام التكويني والنظام التشريعي. لذلك في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يعني الآيتان حينما تراهما، الآية الأولى في التكوين: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، الآية الثانية في التشريع: هو الذي أنزل عليك الكتاب. فهناك
انسجام تام بين التكوين والتشريع، فلذلك لا يوجد خلل في هذه القوانين. وكلما البشرية تطورت قد يكون هناك إبراق وإرعاد وإشكال على بعض القوانين الإسلامية الثابتة، لكن هذه كسراب بقيعة. الإعلام المضاد موجود، وهذا الإعلام المضاد كسراب يزول بعد فترة ويتبين الباطل من الحق. قد يكابر البعض، قد البعض ينخدع، ولكن بمرور الزمان ثبتت صحة هذه التشريعات كلها. فهذا دليل على أن الذي سن هذه القوانين هو الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. يعني إذا الإنسان العارف باللغة العربية يقرأ القرآن، نفس القرآن هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. إذا يقرأ الشريعة الإسلامية، نفس الشريعة دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: كفى لأولي الألباب، أصحاب العقول الخالصة من الشوائب ومن الشهوات ومن التأثير بالإعلام الكاذب ومن التأثر بالشبهات وما إلى ذلك، كفى لأولي الألباب بخلق الرب المسخر وملك الرب القاهر وجلال الرب الظاهر ونور الرب الباهر وبرهان الرب الصادق، وما أنطق به ألسن العباد، وما أرسل به الرسل، وما أنزل على العباد. كفى شنو؟ كفى لأولي الألباب دليلا على الرب، وعلى أن هناك خالق، وأن ذلك الخالق حكيم قادر يستجمع صفات الكمال، وهو منزه من جميع صفات النقص. بهذا الحديث ينتهي الباب الأول من كتاب التوحيد في الكافي الشريف، باب حدوث العالم وإثبات المحدث لهذا العالم يعني الخالق. ثم بعد ذلك ينتقل البحث إلى بحوث حول صفات الله سبحانه وتعالى وحول أمور أخرى ترتبط بالله سبحانه وتعالى، سنتطرق إليها في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.